صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم فقت مع 6 ديال الصباح، بحرا نوجد راسي باش نمشي للمدرسه. من بعد غادي نصايب قهوه باش نديها معايا، ضروري منها هي اللي كتوقد في الصباح. راجلي هو اللي غادي يديني، ولكن غادي نرجع في الطوبيس، واول مره غادي نركب فيه. غادي نصور لكم شي شويه من المدرسه، خليكم معايا. سالينا مع ديك 12 وهبطت مع البنات المكتبة، بغيت ناخد شي كتوبة نبقى نراجع فيهم اللغة السويدية، ومن بعد غادي نمشي للدار. اول مره كنركب في الطوبيس، اول تجربه ولكن زوينه. فاش كتكوني في بلد غريب وما عارفاش اللغه، ولكن كتعولي على راسك وكتخرجي بوحدك، حاجه زوينه بزاف. مزيان الانسان تكون عنده ثقه في النفس. المهم غير وصلت للدار، راجلي قال لي لا نخرجوا نتغداو برا، واختاريت نمشيو ناكلو في واحد المطعم مصري، حتى هو اول مره غادي نجربوا الاكل ديالهم. وغادي نديكم معايا. انا اختاريت كشري ديما كنسمع بيه، واليوم قلت نجربو ما حدي كاين هنا، وخديت شاي، ولكن هذا ماشي شاي مصري، شاي باكستاني هندي. كمقدمه عطاونا شوربه عدس زوينه بزاف. وهذا هو الغداء ديالنا، كشري، سلطه بدبس الرمان، فلافل واوراق العنب، فيهم الرز من الداخل، وهذه طحينة مع الفول طحنينهم بجوج، وهذا حمص. صراحة الكشري زوين واعر، ما فيش العطرية بزاف، دارين فيه غير التومة والكمون والملحة صافي. وهنا كتشوفوا الروز مخلطينه مع المقارونية والعدس، وقالين شي ديال البصلة وحطيناها من الفوق، مذاق زوين بزاف. عرفتوا داك المذاق ديال دبس الرمان زائد الخبز ديال الشاورما مقطعينه مرصويات صغار وقليينه ومخلطينه مع هاد الشلاضة، الصراحة مذاق هائل زوين. وهنا الفلافل حتى هي، ولكن صراحة هذا هو الطبق الوحيد اللي ما عجبنيش، فيه الطحينة زائد الفول، فيه واحد المرورية صراحة ما عجبنيش لا انا ولا راجلي. وخلاص الحمص راه كنديرو في الدار، وشكون اللي ما كيبغيش الحمص؟ الحمص صراحة زوين بزاف، وراني درت عليه ديجا فيديو، جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم ومفيد. وسالينا بشاي باكستاني هندي، دابا غادي نمشيو للمول ناخدو شي حاجه، نتمشاو شويه ونشوفو شنو عندهم ونديكم معايا. ويلا كي وصلنا لهذا المحل، هنا كيبيعوا كاع داكشي اللي كيتعلق بالتخييم والرياضه، وعندهم داك الاكل المجفف للناس اللي كيخيموا في الغابات ولا الجبال، كلشي كيتباع هنا. هذا روز مجفينو وكيبيعوه بهذه الطريقه هذه، ومن اللور كيف ما كتشوفوا كاتبين كيفاش كيتصايب. حتى هذا روز، يعني اي حاجه بغيتوها كاينه هنا. الناس اللي باغيين اللي ما كيبغوش يطيبوا، فاش كيبغيو يمشيو يخيموا ما كيبغوش يطيبوا،
كيدو معاهم هاد الاكل هذا، وصراحه الثمن ديالو رخيص. وهذه قهوه الناس اللي كيبغيو يشربوها، وكاتبين الطريقه ديالها من اللور. الثمن ديالها 19 درهم، 19 كرونه سويديه هي 19 درهم مغربيه. خرجنا من داك المحل، جينا لهذا المحل. هنا كيبيعوا الديكورات والماسكات وكاع داكشي الخاص ولا داكشي اللي كيتعلق بالهالوين. ودابا جينا نرتاحوا شويه في هاد القهوات، مشينا بزاف بزاف. وغادي نعود لكم القصه شنو طرا. المهم فالقصه اللي وقعت لي وباختصار باش ما نطولش عليكم، في المدرسه مشيت للغسيبسيون باش ناخذ واحد الورقه من عندهم ضروري محتاجاها. كانت واحد السيده تما، مرا كبيره سويديه جالسه خدامه في الكمبيوتر. انا بقيت واقفه كنتسناها، بانت لي السيده مشغوله بزاف. قلت حشومه بلا ما نصدحها، خليها حتى تسالي على خاطرها وتجي عندي راسها. المهم جات هضرات معايا بالسويديه ما فهمتهاش، جاوبتها بالانجلي قلت ليها عفاكي محتاجه هاد الورقه واش ممكن تعطيها لي. عاودت جاوبتني بالسويديه ومن طبيعه الحال ما فهمتش، ما فهمت حتى كلمه من داكشي اللي قالت. قلت ربما ما سمعتنيش مزيان ولا شي سوء تفاهم وقع. حتى جا واحد الولد تونسي، هاد السيد كان واقف من مورايا وانا ما شفتوش، ولكن هو شاف وسمع الهضره اللي كانت بيني وبينها. المهم ترجم لي شنو قالت بالسويديه. انا فاش هضرت معاها بالانجلي هي جاوباتني وقالت لي بلي انا عايشه في السويد، خاصني نهضر معاها بالسويديه فقط. هي كتفهم الانجلي ولكن بغاتني نهضر بالسويديه. فانا جاوبتها وقلت ليها انتي خدامه في قلب المدرسه وكتعاملي فقط مع المهاجرين، هاد الناس ما كيعرفوش يهضروا بالسويديه وجاو هنا باش يتعلموها. فانا منين هضرت معاك بالانجلي الا كنتي انت ما كتعرفيش الانجلي فمفروض عليك انك تمشي وتجيبي لي مترجم يهضر معايا يا اما بالانجلي يا اما بالفرنسيه يا اما بالعربيه، اي لغه انا كنهضر بها
المفروض يكون مترجم يهضر باللغة اللي أنا كنهضر بيها. هما فعلا كاينين وضروري منهم في المدرسة، وهي أصلا كتهضر بالانجلي ولكن عنصرية بزاف. فعاودت الراجلي شنو وقع، قلت ليه هاشنو وقع، قال لي ما خصهاش تهضر معاك هكاك، ما عندهاش الحق وبغى يشكي بها، ولكن أنا ما خليتوش. قلت ليه دبر راسها المسامح كريم. فبالعكس بحال هاد المواقف كيقويو الإنسان. وهذا كان هو الفيديو ديالنا. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا بشي حاجه، ولا شفتوا شي حاجه جديده، ولا تعرفتوا على شي حاجه جديده. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. والناس اللي يلا كيدخلوا عندي القناه ولا يلا كيتفرجوا في الفيديوهات، كنتمنى انكم تابوناو وتشجعوني، يا اما بكومونتير ولا بلايك. وشكرا بزاف، تهلاو في راسكم، باي باي.